علماء من أمريكا وضعوا كاميرا داخل هذا القبر في مكة المكرمة، لن تصدق ماذا وجدوا. لا شك أن المسلمون جميعا يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فكل إنسان يعمل في هذه الدنيا ويفعل ما يفعله ويأتي في النهاية ويموت ويدخل قبره ويحاسب على عمله الذي عمله في الدنيا. فإذا كان عمله صالح كان قبره منزلة من منازل الجنة ويرى النعيم في القبر، وإن كان غير ذلك فتعسًا له. وهناك قصة حقيقية حدثت بالفعل، حيث قام بعض العلماء الأمريكان بوضع كاميرا في قبر شخص مسلم لكي يشاهدوا عذاب القبر. وكان هؤلاء العلماء موجودين في مدينة مكة المكرمة، وقرروا أن يعرفوا إن كان عذاب القبر موجود أم لا. فبعد انصراف المصلين على الميت بدأوا الحفر وزرعوا الكاميرات داخل القبر وردموا القبر كما كان، وتركوا الكاميرات تحت الأرض مع الميت. ولكن المفاجأة أنهم أتوا اليوم الثاني ليروا الكاميرا وماذا صورت أو ماذا سجلت من العذاب، ليجدوا الكاميرا محروقة تماما ويخرج منها رائحة زكية جدا. وكادوا العلماء في حيرة من الأمر وخشية أن يراهم أحد في المقابر أو يبلغ السلطات السعودية. قرروا مغادرة السعودية فورا، وأجسادهم ترتعش، وكادوا أن يتركوا الكاميرا لولا تمسك عالم منهم بالكاميرا للاحتفاظ بها، وكادوا أن يموتوا خوفا من عذاب الله على ما فعلوا. وقرروا إعلان إسلامهم بعد يومين من وصولهم للولايات المتحدة الأمريكية. وكانت السلطات السعودية في حيرة من الأمر على مغادرة العلماء بدون سبب ولا إنذار سابق للسلطة. ويوجد الآن أحد من العلماء إمام في مسجد النور بولاية تكساس الأمريكية بعد إسلامه. سبحان مغير الأحوال، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هي الحقيقة التي نؤمن بها جميعا كمسلمين. أما غير المسلمين فلا يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، ويشككون في كل هذا الكلام الذي أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن كل شيء عندهم يجب أن يعتمد على مشاهدة عينية أو تجربة علمية، فقد أراد بعض العلماء الأمريكان التأكد مما يحدث داخل القبر بعد الوفاة، وكانت النتيجة كما رأينا.